الله أكبر قالها شيخ يؤذن للصلاة بعد الخشوع أقامها يبغي بها طيب الحياة زكى بها نفسا شغوفا للعبادة ساعيا تبغي سبيل ربها وبلهفة تتبع خطى وهناك طفل ينهل خلقا جميلا ويرتوي يخطو خطى نحو العلا يتبع أباه في خطاه فالنقش في صدر الطفولة شابه نقش الحجر لا يختفي أو ينتهي حتى لو الرمل طوى وتعود بالشيخ السنون إلى أبيه وبيته متذكرا حرص الولي عليه أياما صبا من سنة نبوية تشفي الصدور وترتقي بالنفس دوما للعلا في طاعة الله ورضا في طاعة الله ورضا لكن شرا قد بدا في الأفق يجتاح الأمان كالريح تقتلع الحياة كالموت يأتي بالأجل أين المفر يا إخوتي حولي تلال من دمار ساد الفساد بأرضنا